دحين دوره الاف جي. شكرا. كيفك خالد؟ عندك راكب. انت امورك بخير؟ الحمد لله. عرفني بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، خالد الرويش من جدة. استاذ صراحة خالد. ها؟ اقول والنعم فيك يا خالد. عليك زاد. الله يرضى عليك. السيارة يعني قبل ما اشتريها كان في كثير اوبشنز. بس كنت ابغى سيارة تكون يعني كيف اقول لك يعني تتحمل. وتكون سيارتها حلوة. وتكون تصميمها يعني مو يعني اللي هو شيء معروف. فكان هذا خيار جدا مناسب لي. وسيارة ما شاء الله فيها قوة حلوة، بسم الله ما شاء الله. هل اقدر اقول تصميمها شبابي مو عواجيزي؟ شبابي نعم بالضبط. طيب ممتاز ممتاز. تصميم كلاسيك عارف؟ هو العام 1960 التصميم هذا اتاخذ منه، اللي هو عامل ريترو 1965 تقريبا ابتدى قبل ما وصل هنا، وبعدين شوية شوية بس الحين اخذوه طوروا في عام 2007 تقريبا 2008 ابتدت تنتشر السيارة دي. ايش اللي عجبك فيه وايش اللي ما عجبك؟ طيب من الاشياء اللي انا بحبها في السيارة لازم تترك يعني كشكل كتحمل كقوة، ما شاء الله فيها تانكين بنزين يعني تقريبا الى 950 كيلو داخل المدينة انا ما بقلق من البنزين. اللي ممكن لو في شيء ممكن انا اقول لك والله ممكن بضبطه صوت الهواء، ضرب الهواء سير مع سرعات عالية هذا ما حيظبطه، ما حيعرف يظبطه، ما حيظبطه ان شاء الله ولا حيقدر يظبطه ولا طيب هذا عيب في التصميم، ما حيقدر يسوي فيه شيء ولا اضحك ما يعني اعشمك اكثر من كده. والشيء الثاني من ورا ممكن شيء يضايق كراسي يعني في البعض يعني مو كل اكيد هتضايق. هذا انت بتضايق اجل انا ايش اقول. طيب عندك اي ملاحظات ثانيه عن السياره؟ كملاحظات يعني ماشي سلبي لا الحمد لله ما في شيء. الله يعطيك خير يا رب وكل شر. هذا الفول اوبشن. نعم فول اوبشن نمبر 2. كم سعر السياره اشتريتها بكم؟ افتكر 149500 تقريبا مع لوحه الاستمرار 150 تقريبا. 150000 ريال. شكرا خلود. الله يرضى عليك. شكرا حبيبي. طبعا طول السياره 467 1905 في 183 الارتفاع العرض والطول عرض ارتفاع، الوزن 1948 ابتدي ما 1948 ثقيل بصراحه انا شايفه على سياره زي كده يعني لانها اتضح انه اخف واحده في وزنا اللي هي الجيب، لكنه خلينا ناخذ السياره بالتفاصيل اكثر. 270 حصان نفس الشاصيه حق البرادو من تحت، بما ان نفس الشاصيه حق البرادو فهي نفس الشاصيه كمان حق الليكزس الجي اكس والونيتا تاكوما برا. سارة اخذوها من شكل يعني من ناحيه تسويقيه بحته انه كل قطع غير موجوده عند تويوتا، فاقل تكاليف حيصرفوها انهم يعملوا لهم بودي خفيف جديد شكله حليوه كده متاخذ من عام 1960 من الريترو ستايل الشكل القديم. بما انه فيها كل المواصفات الموجوده يعني كشاصيه كدفرنسات كماكينه كجير بوكس، فالتكلفة حق شركة تويوتا هتكون قليلة جدا انهم يصنعوا السيارة دي. ومع ذلك لانه السيارة دي صرف البنزين حقها واحد اعلى سيارة صرف بنزين بين الاربعة السيارة هذه، فعشان كده في امريكا واوروبا وباقي دول كلها سار وقفوا استيراد السيارة دي لانها بتأثر على مقياسهم، لانه كل السيارات لها مقاييس معينة في صرف البنزين، فان زادت عنه بتاخذ غرامة، هذه واحدة من السيارات اللي بتدفع غرامة في عملية صرف البنزين، فعشان لا تأثر عليهم وقفوا إنتاجها أو وقفوا تصديرها لأمريكا وباقروب، ففاضلة بس تجينا إحنا في منطقة الشرق الأوسط بيجينا هذه السيارة دي. طبعا هذا بأثر نوعا ما على مستقبلها لأنه أي سيارة تانية من الإنتاج الكبير العالمي يعني ما بيديك أنت شوية في السوق ده شوية في السوق ده من محصلة إجمالية كبيرة، لكن لما يكون الإنتاج بس لمنطقة معينة وإذا ابتدى يوم من الأيام إنتاج حقها يقل حتبتدي توقف السيارة دي، فهذا واحدة من عيوب السيارة دي. تويوتا شركة جبارة تصنع سيارات تعيش العمر بطوله، السيارة دي يمكن تتفكك حتت من الصدى ياكلها يقطعها ولسه الماكينة والدفرنسات والجربوك شغالة، وهذه واحدة من اعتمادية شركة تويوتا. ما زال نفس العيب حق شركة تويوتا بشكل عام، الرساوة والفرامل ما هي ذاك الشيء، مع انه بصراحة جمعوا شغل جدا جبار جوا السيارة، الداخلية تتغسل بموية زي الرانجلر كمان يعني اي وسخ اي شيء تغسله بمويه ما عندك مشكله، السياره تستحمل تعيش، بس انتبه عمليه انك ما تاخذ راحتك في سرعات عاليه لانها ما حتدي الغرض معك كويس. طبعا زي ما احنا عارفين في السيارات في الاي بيلر العمود الالف، البي بيلر عمود با، والسي بيلر العمود جيم. مشكله السياره دي كتصميم شكله جدا رائع بس عمود جيم هنا مره كبير فوق حاجه 40 سم،
فالمناطق العمية بتزيد عمى زيادة، فهذه واحدة من عيوبها التصميمية في السيارة هذه، وخصوصا انه المرايات ما فيها بلايند سبوت، ما فيها مناطق عمية، فهذه واحدة من الأشياء اللي نوعا ما بتحجب الرؤية. لما واحد بده طالع بجنب كده في المراية والمرايات صغيرة، فهذا واحدة من عيوب التصميم حقت الاف جي في من ناحية السلامة والأمن حقتها. أكثر سيارة شفتها إلى حد ما القزاز عمودي ما يعمل إزعاج هواء، لأن القزاز ما شاء الله بشكل متعامد تماما، فإنسابية عدم، على سرعة فوق 120 كيلو، فما فوق حيكون صرف البنزين يعني مدمر. الحلو فيه ثلاث مساحات، وإن كانت يعني مساحات يعني السقف جاي واطي في ثلاث مساحات كده، شكلها كأنها لعبة بتأدي الغرض، بس شوية تصميم غريب شوية، خلينا نقول فانكي لكنه غريب شوية. مرايات شوية ضيقة مع المنطقة العامية، بس صاحب السيارة برضه عمل حركة ذكية، ركب مراية إضافية حقة المناطق العامية. طبعا التكفيل يدوي، ما فيش كهرباء. طبعا المحرك القلب النابض حق شركة أو سيارة الاف جي 6 سلندر 4000 سي سي 4 لتر 270 حصان 380 نيوتن متر. يعني محرك ما شاء الله نشيط ويؤدي الغرض من السيارة هذه يعني، وزي ما احنا شايفين السيارة ما شاء الله حتى مستخدمين مازال المراوح اللي هي بالسير مو بالكهرباء، عشان واحد إذا طلع في مناطق صحراوية شديدة جدا الإجهاد اللي عليها ممكن يضحوا بشوية أحصنة مقابل إنه سلامة التبريد حق الماكينة يكون مستمر. في ما شاء الله مساحة كبيرة فاضية هنا موجودة، ومنها برضه عشان لو لا سمح الله في حوادث يكون نوعا ما في كرامبل زون موجود. الحين هذا الباب الخلفي حق السيارة، طبعا عشان كده يعني اعتبرت السيارة كأنها بابين وأربع أبواب، عشان كده إحنا أخذناها بابين، ففي الرانجلر بابين وفي الباجيرو بابين، اعتبرناها أربع أبواب، ففي الرانجلر أربع أبواب، وفي عنده طبعا النيسان معاها موجودة. طبعا أصلا زاوية السقف شوية واطية، خليني نرجع أنا. طبعا يعني ما بدي أعاقب نفسي إني أرجع كرسي، بس لو حبينا نرجع كرسي ممكن نسجل الكرسي شوية، بس عشان اديكم يعني تصور بسيط، يعني حتى مسند الراس اللي ورا يدوب في ظهري، فما يعني غير مريحة ابدا واحد كبير يقعد فيها. خلاص انتهت هذه العقوبة، تعاقبنا فيها كذا في السيارة. فيعني خلينا نقول الكراسي الخلفية نرجع نعيد ثاني مرة، لأطفال كويسة تأدي الغرض أكثر من كذا. فهنا يمكن ميزة الرانجلر شوية، ميزة النيسان الاكستيرا شوية ورا، وخلينا نشوف بعدين الباجيرو والبابين كيف يرون. طبعا احنا الان جوا السيارة، معمولة الماتيريال بلاستيك، بس خلينا يكون يعني من نوع ليش يعيش، يعني كيف اجيب لكم اياه، شكله زي الميلتري، عارف الاشياء تلاقوها العسكرية اللي ما فيها فخامة بس انها معمولة عشان تعيش عمر طويل، يعني ما في عملية لمسة فخامة، لا والله لا، بس انها مختصرة مفيدة سهلة على طول، ستريت فورورد ما في شيء. مسجل يعني المفروض في نافيجيشن، برا في نافيجيشن على قد انه دافع 150 الف ريال، فالمفروض يكون في نافيجيشن. عندنا هنا جهاز التحكم في التماسك الامامي، خلينا نقول بيحس انه الاي بي اس مع الفرامل مع الكمبيوتر حق السياره بيتحكم في عمليه التماسك. عندنا هنا الديفرنشال لوك الخلفي، وعندنا الله يسلمكم هنا جهاز برضه فصل التحكم في التماسك. عندنا هنا العدادات حقت السياره، يعني جايه برضه سهله مختصر مفيد. السيارة ما فيها لمسة فخامة على قد ما يعني سوري كلمة دي عريانة شوية من جوا، ما في شيء، المختصر مفيد على طول. الأقمشة من النوع اللي معمول إنه يستحمل الغسيل الموية. عندنا هنا برضو من ضمن الأسلحة الموجودة في السيارة تجهيزات عشان عملية الدفع الرباعي في الطعوس وبر، زاوية الدخول والخروج، الساعة والبوصلة تؤدي الغرض فيه. عندنا إرباق، عندنا أدراج، وعندنا إرباقات، ستة إرباقات في الفئة هذه، لأن هذا فيها أكبر فيها، الفئة الثانية الأصغر شوية ما بتكون فيها الإرباقات كاملة. شوية أنا مقفلنا الديفرنشال لوك، بانت معنا اللمبة حمراء، بانت معنا. عندنا برضو هنا حقة الفور لو، الكفرين سرعة عالية، كفرين أربع كفرات سرعة عالية، النيوترال والفور لو. وعندنا يعني كأنه غطى مايكروفون واحد يغني فيه، ولا حقة دش يقعد يغني في الحمام باليد. بس يعني شكله ظريف شويه وتدي يعني برضه قلت انا مره كل شيء موجود في السياره دي، مو حق فخامه، حق انه يؤدي الغرض. هذا هنا السياره الاف جي، حتى عندنا حكايه المساعد هنا، طبعا طول عمره ما شاء الله شركه تويوتا بيعمل شغل جبار، بفكر في كل شيء فتقدر تسويه كده، حتى لو السياره مايله المساعدات توقفها. عندنا القزاز الخلفي يتفتح لورا، طبعا المفتاح، طبعا زاويه الدخول ضيقه، خلينا نكون يعني منطقيين جدا، زاويه الدخول ضيقه، زاوية الرؤية محدودة، والكفر الخلفي كمان ما بيساعد، منه طبعا كل السيارات تجيب يحطوا كفر خلفي وراء عشان عملية سهولة الوصول له في التغريزة وغيره. داخلية السيارة هذا النوع شغل بلاستيك،
من نوع اللي تتغسل السيارة لو في أي وسخ أو شيء، واحد ممكن واحد بموية مسحها. عندنا ما شاء الله 11 سماعة JBL Sound System، من أجمل وأفخم ما يمكن.